السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المتتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين ترجم الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم صيامكم وقيامكم يا ربي يا ارحم الراحمين. اليوم غادي ان شاء الله باذن الله لهذاك المسجد اللي حنا كنبنيو ان شاء الله، ونشوفوا فين لحقت الخدمه وندو شي سليعه ان شاء الله باذني. وهانتوما معنا حتى نوصلوا ان شاء الله ونكمل معكم الفيديو باذن الله. تكون المقصورة. اها. لا البودرة الأولى في 4 متر و50. إيه. الثانية هنا. اها. 3 متر. يعني روحة من المقصورة بيكون فيها في العرض. اها. 7 متر و70. إيه. وفي الطول ديالها 10 متر. سير ندخلوا نشوفوا الداخل. هنا. من هذه البودرة. 10 متر. 10 متر وكاينة في. بحال في المجموع ديالها 77 متر الى بالدار كاريه 77 متر. 77 متر يكون فيها ندير فيها دوك عندنا 4 البودرات. اي كاين عندنا 4 و4 على برا هي 8. وريني هذيك الخدمه اللي خدمتي سير. صوتيها هذه طواليط. طواليط جوج طواليط. ايه. ورا الاخر. واحدة. ورا الاخر. الاخرى. البيت ديال الفقيه. الماء. البيبان تتركبهم مع المرطوب ياك عبد الغني. باش يدورو. اللهم يسر. هذاك البيت ديال الفقيه راه تصور. التفوف راهم داخل. ايه. هذه الدفة ديال البيت تاع الفقيه. ايه درتي ليه القاع زوين. الله يحفظني. طاحت فوق منو شي حاجة هذاك عبد الغني. طاحت البيت المدرية اللي كانت في القاع. ايه. هي هادي. صافي البيت هو هذا. صافي هذيك غتسد هذاك الشوية من تما باش. مع المرطة. ايه. صافي هذوك اللي راه صوري بالصوفة راه ما سديتش. هذا
لا اخو اللي مزيد وازي تعرف مزيد مزيان الضالة ديال الشتارة كتجي مزيانة شحال عليكم من البرويط؟ عبرتي من تما عبر الداخل عبرنا 9:30 عبر من هنا من البودرة عبر من هنا من البودرة اه من هنا من البودرة وزيد لها لا سير سير زيد 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 اه المقصورة بين نخرجوها حتى لها سير سير بلاتي شحال دابا تما 10 متر و 40 سم شد على شد على الباب شد على الباب دابا هنا رجع للقنت بابا بابا شوف هذيك هذيك حط فوق فوق القنت رجع اجو نتوما جر جر المترو جروا ليه جروا المترو هكا ها حط عند القنت تاع الباب شتي القنت زيد انت ليه اش بغيتي ديري انت دوك اش بغيتي تعبري